السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم متابعين في كل مكان وهنبدا النهارده مع بعض بيونت بي 7 هنذاكر مع بعض ليسونز 1 ان 2 ان شاء الله اشرحهم معاكم بطريقه سهله وبسيطه لكن قبل ما نبدا اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش الاشتراك في القناه لنبدا مع بعض زي ما شايفين معايا يونت 7 بيتكلم عن multiplication and division يعني الضرب والقسمه تعالوا مع بعض نبدا ب lessons 1 and 2 بيتكلم عن the area model strategy وبعد كده هتكلم عن the distributive property اللي طبعا الاولانيه هنتكلم عن استراتيجيه اسمها استراتيجيه مساحه المستطيل والجزئيه الثانيه بتكلم عن distributive property معناها خاصيه التوزيع طيب درسنا النهاردة بتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن how to multiply a one digit number by a two digit number بتكلم عن ضرب عدد واحد في عددين يعني ايه؟ يعني ازاي اقدر ان انا اعمل four times twelve الرقم ده كده عندنا ده times ده ازاي اقدر ان انا اجيب الانسة بتاعته او البرودكت الناتج بتاعه طبعا هنا جاب لنا في الكتاب اكثر من استراتيجية او اكثر من عندنا the way طريقة للحل تعالوا نشوف مع بعض ذا فيرست واي الطريقه الاولى علشان اقدر اجيب بيها 4 تايمز 12 عندنا دي كام دي 4 تايمز 12 طيب ال 12 دي عباره عن ايه لو جينا نمثلها عن طريق المودل عن طريق النماذج فال 12 دي عباره عن شايفين معايا عن طريق المودل ده عندنا 1 ده فين موجود في ال 10 بكام عندنا ب 10 يبقى ده معناه الكولوم ده بكام الكولوم ده ب 10 طب احنا عارفين الكلام ده الكولوم ده كله ب 10 لو لاحظنا هنلاقيه ديفايدد انتو 10 بارتس مقسم الى 10 اجزاء 1 2 هنا عندنا 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى القلم ده كله بكام ب 10 طيب وعندنا دي جزء صغنن بس فده عندنا 1 كيوب مكعب واحد بس او 1 بلوك مكعب واحد بس فده بيمثل لي الوانز اللي هي خانه الاحاد وده كله بيمثل لي اللي هي بيمثل لي اللي هو التنس العشرات الكولمز ده بيمثل لي التين العشرات فالوان ده عندنا بكام بتين فانا مثلته بوان column. والتو ده في الوانس فانا مثلته دي عندنا بتو بلاك عيبو بعدين. احنا دلوقتي عاوزين نمثل نمثل عندنا ال 12 تايمز 4 معنى كده ان ال دي انا هكررها فور تايمز اربع مرات عن طريق المودلز النماذج يعني ايه عندنا احنا قلنا ال دي عباره عن الكولوم ده كله والبلوكس دول التو بلوكس دول يبقى انا لما اجي اقول 4 تايمز 12 هكرر 12 دي 4 تايمز فده عندنا الكولوم ومعاه مين معاه التو بلوكس اللي هو نمبر 12 هكرر قلت 4 تايمز ادي 1 2 3 4 اربع مرات عشان هو بيقول تايمز 4 دول كلهم عباره عن ايه ده 10 صح وده كده 10 برضو كده 10 10 20 وده 10 يبقى عندنا 30 وده كان عندنا 10 يبقى 40 يعني 4 10s عشرات او بقول 40 تمام طيب تعالوا كده نعملها كده على شكل تابل على شكل جدول تمام يبقى انا هقول له كده عندنا ده once هرموزله بالأو وتينز هرموزله بيه اللي هو حرف تيم فهنا عندنا الcolumns كام columns عندنا عندنا 4 والكيوبس دي عندنا كام 1 2 3 4 5 6 7 8 دول عندنا 8 يبقى ده 4 تنس ودي عندنا 8 1 يبقى على بعض كام 48 صح تمام يبقى عندنا لما اجي اقول 4 تايمز 12 هيدينا 48 طيب في دي عندنا the first way أو the first strategy في كمان عندنا the second way أو the second strategy إن أنا بستخدم حاجة اسمها area model اسمها ايه؟ area model multiplication يعني مساحة المستطيل طيب احنا كده عارفين طبعا من الدروس اللي فاتت عندنا area of rectangle مساحة المستطيل بتساوي length تايم width صح؟ تمام، تعالوا طيب. هنا كده مع بعض إحنا رسمنا كده الركتانجل بتاعنا، وهنجيب من خلاله الاريا Area of model. طيب عندنا قلنا ده فور، والكبير ده هخليه هو 12 طب وبعدين التوَلف دي كبيرة. تمام انا ممكن اعمل لها ايه اعمل لها دي يعني احللها احللها الى ايه ال دي اخلي فيها حاجه تكون تن. يعني 10 تن بلس كام هيدينا 12 ما هي ال دي عباره عن ايه ال دي عباره عن ايه ها ال دي عباره عن ال والتو. وال 2 ما ال ده موجود فين في التن. والتو ده موجود فين عندنا في ال يعني ال دي عباره عن 10 بلس تو. صح فانا لما اجي ارسم الآية موديل بتاعتي هرسمها بالشكل ده احط هنا في الصغير ده احط فيه فور والكبير ده هقسمه الى تو بارتس عندنا بارت الكبير هخليه تن والصغير هخليه تو. تمام وبعدين الخطوه التالته هاخد التن دي تايم مع الفور وبرة اعمل للتو دي تايم مع الفور يعني كل واحدة منهم هعمل لها تايمز مع الفور يعني اقول فور تايمز تين هيدينا فورتي طبعا اي نمبر لما بعمله تايمز فيه تين او او بنزل الزيروز وبعد كده بقول الرقم بتاعي تايمز 1 هيدينا طبعا ز سيم نمبر طيب وبعدين هقول فور تايمز تو هيدينا ايت جبت الناتج كام هنا عندنا 40 وجبت الناتج هنا كام 8 يبقى انا هقول له 40 بلس 8 هيدينا 48 يبقى عندنا لما اقول ان 4 تايمز 12 هيدينا 48 تمام طبعا دي 4 شفتوا معايا ازاي دي ذا سكند استراتيجي استراتيجيه الثانيه علشان اقدر اجيب بيها 4 تايمز 12 كمان لسه هو جايب طريقه تالتة زي ثيرد استراتيجي وهي عن طريق استخدام distributive property خاصيه اسمها خاصيه التوزيع هي تشبه الجزئيه اللي احنا اخدناها من فوق انا عندي فور تايم تمام هعمل distributive property هعملها ازاي اول حاجه قلت كام انا قلت فور تايمز 12 ال 12 دي عباره عن ايه هقول له ال دي هنزل الفور تايمز 12 دي يا عبارة عن 10 بلس 2 مش احنا قلنا كده من فوق قلنا 12 عبارة عن 10 بلس 2 ما هي 10 بلس 2 بدينا 12 انا بفككها تمام يعني بقول ال1 ده موجود في ال10 وال2 موجودة في ال1 تمام يبقى 10 بلس 2 هعمل ايه مرة ال4 مع ال10 ومرة ال4 مع ال2 يبقى 4 تايمز 10 هيدينا 40 هقول له بلس عندنا الفور مع 2 يبقى 4 تايمز 2 هيدينا 8 يبقى 40 8 هيدينا 48 ودي ذا ثيرد استراتيجي يبقى انا عشان احل المساله دي النهارده اتعلمنا 3 استراتيجيز ثلاث استراتيجات اول حاجه اول حاجه عن طريق مودلز النماذج بعد كده اخذنا عن طريق ايه موديل المساحه المستطيل والثالثه عن طريق ديستريبيوتيف بروبرتي

هو عاوزنا نستخدم الاستراتيجيه اللي خدناها ان ذا فيرست بيج بيقول هنا 17 تايمز 4 بنحلها ازاي اول حاجه بقول عندي ال 17 دي هنا ال 1 دي موجوده فين موجوده في التينز بكام عندي ب 10 هقول له طيب ال 10 تايمز 4 بكام ب 40 يبقى انا هعمل كده عندي 4 1 2 كده عندي هقوة. هقول 10 20 30 كده 40 يبقى انا عندي كام لاين عندي 4 لاينز 1 2 3 4 طيب يبقى انا عملت كده 40 هقول له بعد 7 تايمز 4 7 تايمز 4 بكام ب 28 انت قلتي ايه يا مس قلتي 28 يبقى انا عندي ال 20 دي لازم تكون فين عند ال 10 لازم يكون مع ال 10 وال 1 يكون مع ال 1 ال 20 دي هحطها فين عند ال 10 خانه ال 10 اللي انا بمثلها باللاينز قلت كل لاينز من دول بيمثل لي 10 بيمثل لي كام 10 وهي عندي 20 يبقى احط كام لاين؟ هحط عندي 2 لاين تمام؟ بقى عندي مين؟ ال 8 هحط كده ال 8 دي 1 2 3 4 5 6 7 وكده 8 تمام؟ نبدأ كده نعمل كاونت ليهم هنا هقول 10 20 30 40 50 60 يبقى عندي هقول له دي بكام؟ هقول له دي ب 60 هقول له بلس ودول كام؟ قلنا دول 8 يبقى هقول عندي اية ايكوالز ايكوالز كام عندي 68 تمام نبدا نعمل التيبل بتاعنا هنمثله كده عندي هقول له احنا عندنا ايه عندنا حاجه اسمها التنز وعندنا الوانز التنز والوانز التنز فين التنز اللي هي ال6 والوانز اللي هي ايه اللي هي ال تمام شايفين معايا مساله سهله, سهلة وبسيطه ازاي ناخد واحده كمان بيقول 21 تايم ثري. يبقى انا اول حاجه هقول له ال2 دي تايمز 3 ال2 دي موجوده فين يا مس موجوده في في التينز بكام ب20 يبقى هقول له 20 تايم 3 ايكوال 60 يبقى انا عندي كده هرسم 60 لاين هقول له كده عندي 10 20 30 40 50 60 اوكي يقول لي عندي تايم 3 يبقى هقول له ايه 1 تايم 3 ايكوالز 3 يبقى انا هرسم كده عندي 3 دوتس 1 2 هرسم كده ايه 3 لهم قد ايش مع بعض تمام دول عندي قلنا كام 6 ب 60 يعني بلس بلس بينا عندي 3 ايكوال 63 نعمل التيبل اللي هو عاوزه هقول له تينز وهقول له وانز التينز عندي بكام ب 6 والوانز بكام ب 3 تمام بيقول draw an area model to solve each of the problem عاوزنا نستخدم ال موديل علشان نحل المسائل دي هو قال ايه قال 5 تايمز 56 يبقى أنا هو عاوزنا نعملها عن طريق ال موديل تعالوا أول حاجة هنرسم area موديل بتاعتنا تمام ادي الاريا موديل بتاعتنا قبل ما نرسم الاريا موديل احنا كنا المفروض جبنا الاول جبنا عندنا ال56 دي عملنا لها ايه عملنا لها دي كومبوز يعني حللناها ال56 دي عباره عن ايه ال5 دي في التينز يبقى عباره عن 50 وال6 دي في ال1 يبقى عباره عن 6 يبقى 50 بلس 6 احط ال5 فين احطها هنا و56 هقسم الأية مودل بتاعتنا الى هنا عندنا دي 50 ودي 6 المره الاولى هقول 5 تايمز 50 هاخد ده مع ده هنزل الزيرو و5 تايمز 5 هيدينا 25 والمره الثانيه هقول 5 تايم عندنا 6 هيدينا 30 تمام هعمل لهم هما الاثنين اديشن ده بلس ده يعني 250 بلس كام 30 يبقى 0 بلس 0 0 و 3 بلس 5 وال2 هتنزل يبقى الناتج في النهايه كام 280 تعالوا نحل كمان واحده تعالوا هنا بيقول 88 تايمز 6 يلا مع بعض هنفككها هنعمل لها هنعمل لها دي طبعا ال8 موجوده في التينز ب80 وال الاولانيه موجوده في الونز بكام عندنا ب تمام طيب هنرسم الاريا موديل بتاعتنا الجزء الاول هحط فيه 80 والجزء التاني هحط فيه 8 وهنا 6 80 تايمز 6 هنزل 0 وهقول 8 تايمز 6 عندنا 48 تمام طيب و 8 تايمز 6 برضو هيدينا 48 هعمل لهم اديشن تمام يبقى هقول 480 بلس 48 بلس 0 equals 8 و 8 بلس 4 12 1 بلس 4 كام 5 يبقى عندنا 528 دي كده الانسر حل واحده كمان عندنا حل مثلا الكبيره دي شويه اللي موجوده من تحت فيها 3 ديجيتس طيب يبقى اول حاجه هفك دي ال2 موجوده فين في ال100 يبقى 200 بلس ال5 موجوده في التين ب50 وال5 الاولى موجوده في زي عندنا 5 هنرسم كده الاريا موديل بتاعتنا اول حاجه احط فيها 200 والتانية حط فيها 50 والثالثه احط فيها 5 تمام هقول له تايمز مين تايمز عندنا 3 دي ف200 سولييد 3 200 تايم 3 هنزل الزيروز و2 تايم 3 عندنا 6 هنا هنزل الزيرو 5 تايم 3 15 هنا هقول 5 تايم 3 هيدينا كام 15 يبقى هعمل لهم كلهم اديشن انا بدل ما اكتبه محل الاجابه على طول هقول 5 0 0 عندنا 5 1 6 هتنزل 1 6 كام 7 يبقى 765 تمام طيب تعالوا برضو ناخد واحدة كبيرة خالص تعالوا نحل دي تعالوا نفككها الاول ال 4 موجودة في ال 1000 يبقى كام 4000 900 بلس, بلس عندنا 4 في ال 40 3 موجودة في ال 1 زي 3 هنعمل الاي موديل بتاعتنا بالشكل ده هقسمها هنا عندنا كام 4000 هنا 900 هنا عندنا 40 وهنا في الاخر 3 وبعدين هقول له تايمز الايت اللي, اللي هنا فده تايمز ده هننزل الزيروز و 8 تايمز 4 32 هننزل و 8 تايمز 9 72 هننزل الزيرو وهقول له 32 وهنا هقول له 24 3 تايمز 8 هيدينا 24 تعالوا نعمل لهم كلهم اديشن هقول 4 0 0 0 هيدينا 4 2 2 بلس 0 0 يبقى 2 2 عندنا 4 وطبعا الزيرو هنا هقول 3 2 0 يبقى كام 5 هنا هقول 7 دي كام 2 عندنا 9 اخر حاجه عندنا 3 هتنزل تمام الرقم بتاعي طبعا احط هنا القامة بتاعتي ، طيب تعالوا كده مع بعض نشوف كده الاجابات الخاصة بالجزئية دي ، تمام فده عندنا كده السؤال نمبر تو تمام ، طيب بعد كده هنا عندنا بقية السؤال نمبر تو ، تمام زي ما شايفين معايا كده دي كل الاجابات الخاصة بالجزئية دي ، تعالوا نشوف اللي بعده تمام زي ما شايفين كده معايا ده الباقي طيب بعد كده في هنا عندنا سؤال نمبر 3 بيقول use the distributive property to solve each problem عاوزنا نستخدم خاصية distributive property برضو هنا هنحل كده بعض من الأجزاء مش هنحلها كلها يلا نشوف مع بعض أول حاجة هنا بيقول 8 times 35 هنبدأ نعمل إيه ال 35 دي هنعمل لها distributive نعمل لها إزاي يا مس أول حاجة هقول عندي 3 موجودة فين في التنسيب بكام ب 30 تمام والفايف موجودة فين في الوانز بكام بفايف هنعمل لهم كده نحطهم ان هقول تايمز ايد لما اقفل كده برنتيسيز معناها ان يعني ال8 دي فيهم هما الاتنين مش واحدة بس لا لازم اعمل الايت اعمل لها تايمز ليهم هما الاتنين هقول مرة مع ال30 هنزل ال0 8 تايمز 3 ايكوالز 24 فور هقول له مع الفايف بيديني فورتي هعمل لهم كده اديشن هقول عندي 4 4 equals 8 وال10 هتنزل هي دي الانسر نحل واحده كمان موجوده فين عندي 7 موجوده في ال100 بكام ب700 بلس ال2 موجوده في ال10 زب 20 وال4 في ال1 ز 4 هقفل كده البرنتسيز تايمز 2 تو مرة مع 700 هندرد بكام هنزل الزيروز وهقول 2 تايم سيفن ايكوالز فورتين بلس هقول طبعا هنزل الزيرو تو تايمز تو ايكوالز قال له بلس تو تايمز فور ايكوالز ايت هعمل اديشن عندي ايت بلس زيرو ايكوالز زي ايت تمام وعندي الفور هنا بلس زيرو ايكوالز زي فور وبعد كده الفورتين هتنزل هي دي ايه الانس طبعا بنحط هنا الكاما تمام طيب ناخد واحدة كده تكون كبيرة شوية تمام شايفين معايا دي نبدا كده نعملها هنا الوان موجوده فين في الوان 1000 بكام عندي بوان 1000 تمام هقول له بلس الفور فين في الفور هاندرد بلس وال7 في التنز 70 و 6 في ال1ز كده هقفل وهقول له عندي ايه هقول له تايمز سوري هقول تايمز ايه تايمز ال3 ال3 طبعا مع كل واحده منهم 3 تايمز 1000 ب3000 تمام هقول له 3 تايمز 400 بكام بنزل عندي ال0ز و3 تايمز 4 ايكوالز 12 اوكي كده هقول هنا الثرى برضو تايم 70 بنزل زيرو 0 و تايم 7 ايكوالز 3 تايم 18 هعمل لهم اديشن عندي 8 بلس 0 8 8 بلس برضو هنا بلاس زيرو يبقى 8 1 بلس خلاص هنا خلصنا الاتين. هقول 2 بلس 2 ايكوالز 4 4 بلس 0 ايكوالز 4 1 وهنا 3 هقول 1 بلس 3 ايكوالز ايه 4 وطبعا هنحط الكاما هنا تمام تعالوا هنا السؤال اللي بعده بيقول find the result of each of the following اوجد ناتج كل من التالي هنا طبعا سيب لنا السؤال كده مفتوح بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا كل واحد فينا هيحل بالطريقة اللي تريحه يعني عاوز تحل عن طريق distributive property حل عاوز تحل عن طريق area model حل يعني عاوز تحل عن طريق المودلز برضو حل زي ما تحب تمام؟ طيب انا هحل كده معاكم واحدة سريعا عن طريق distributive property هنا عندنا 29 دي عبارة عن ايه؟ قلنا عبارة عن 220 بلس 9 صح؟ هقول له كده تايمز 3 هاخد 3 مره مع 20 ومره مع 9 يبقى 3 تايمز كام عندنا 3 تايمز 20 هيدينا 60 بلس 3 تايمز 9 27 يبقى هقول له ده بلس ده يبقى كده 7 وهنا عندنا كده ايه تبقى 87 احل معاكم واحده كمان عندنا 64 عباره عن 60 بلس 4 هقول له تايمز مين 5 ال 5 مره مع ال 60 هنزل ال 0 5 تايم 6 عندنا 30 هقول له بلس كام 4 تايمز 5 هيدينا 20 يبقى الاجابه بتاعتي 320 تمام هتحلوا برضو الباقي لوحدكم انا هسيب لكم برضو الاجابات الخاصة بالجزئية دي شايفين معايا فده كده السؤال نمبر 4 تمام دي كده الاجابات بتاعته لحد عندنا فوق هنا تمام طبعا. عاوزين اي حاجه برضو في الجزئيات اللي بعد كده تمام طيب تعالوا نحل مع بعض السؤال اللي بعده هنا بيقول put true or false نحل مع بعض بيقول 8 equals the number ده طيب نبدأ كده نشوف مع بعض هنعمل لها distributive property هقول اول حاجة ال 2 موجودة فين في ال 200 هقول له plus موجودة فين في التينز. هقوله 5 موجودة في ال هقول له تايمز م تايمز 8 يلا مع بعض هقول 8 تايمز 200 بنزل الزيروز و8 وهقول 8 تايمز 2 ايكوال 16 8 تايمز 40 هنزل الزيرو 8 تايمز 4 ايكوال 32 تمام اقول له بلس 8 تايمز 5 ايكوال 40 هعمل لهم اديشن كلهم هقول 0 بلس 0 بلس 0 ب0 بعد كده هقول له ان 4 plus 2 6 6 plus 0 عندي ب 6 3 6 ايكوالز 9 وال1 ملهاش حد هتنزل فهي دي الانسر اه تمام صح يبقى هقول له ايه كده ايه ترو صحيحه طيب السؤال نمبر 2 بيقول ان 6 تايم 34 ايكوالز 6 تايم 3 هنا عندي دي موجودة فين في التاني إذا تكون لا طبعا فعلى طول هي دي إيه مسألتي هقول له فولس خطأ لأن الثري دي مفروض تكون بثيرتي تمام وهنا طبعا سكس تايمز فول الجزئية دي صح لكن دي خطأ طيب هنا سيفن تايمز وان هندرد بلس سيفن تايمز فيفتي بلس سيفن تايمز ثري إيكوال سيفن تايمز وان يبقى أنا عندي ال -1 تمام وعندي ال -5 تمام بفيفتي والثري هنا عندي تمام يبقى هقول له دي ترو طيب طبعا هنا عندي نفس الشيء هبدا ان انا اعمل لهم لكن علشان وقت الفيديو طبعا بعمل بنفس الطريقه فالاجابه بتاعتي هتكون فولس طيب هنا هنا جايب ال 5 تايمز 440 وبدأ ان هو يعمل لها ديستريبيوتيف 5 تايمز 5 4. طب هنا, <applause> هنا هنا الـ 400 هو مش جايب ال 400 فالاجابه دي هقول فولس هنا نفس الشيء هبدا ان انا اعمل لهم هما الاثنين تايم هعمل لهم فطبعا الاجابه بتاعتي هتكون ايه true صحيحة طيب بعد كده بيقول complete هنا نقدم هنا distributive property جايب 5 times هو حاطط ال 5 تمام طيب جايب ال 400 تمام اهي عندي جايب فين ال 6 طبعا ب مش جايبها هحط له انا ايه 60 وهنا ال بال ones جايبها طيب هنا نفس الشيء بيقول 2 times هو هنا طبعا حطلنا لنا ال nine. يبقى انا عاوزه احط كده ال 1 في ال 100 وال دي موجوده في التنز ب طيب نفس الشيء هنا جايب ايه الفور تايمز اول حاجه طبعا هحط ال7 دي موجوده فين في ال1000 ب7000 وهنا طبعا ال300 وهنا ال4 تايمز كام ال4 تايمز اقول له 40 تمام وهنا ال4 تايمز 6 طيب هنا ال8 طيب انا هقول له كده ال5 دي موجوده في ال100 وال9 دي في ال10 وبعد كده دي موجوده في ال1 تمام انا ببدا كده ان انا ايه اجمعهم طيب هنا جايب نفس الشيء جايب 241 241 عامل لهم تايمز فين في 6 طيب السؤال اللي بعده هنا جايب ال يبقى انا احط له كده مره ال1000 دي, دي وبعد كده ال800 والزيرو طبعا خلاص انا بحط بس ايه ال5 اوكي نشوف اللي بعده جايب وورد Uh, runner covers 664 meters in 4 بيقول ان هو جرى المسافه دي كلها في دقيقه واحده احسب المسافه اللي هو انجراها في اربع دقائق يبقى انا هقول له ان 6 دي تايمز times ال4 طبعا المسائل كلها بتعتمد على اللي احنا شرحناه يعني احنا هنستخدم نفس طريقه الشرح اللي انا شرحتها لكن انا هحل معاكم دي هنا جايب 600 هبدا ان انا اعملها ديستريبيوتيف بربرتي هقول له بكام ب 600 تمام بلس عندي ال3 دي في التنز ب30 بلس ال4 دي في ال1ز بكام ب4 هقول له تايمز ايه تايمز ال4 هبدا ان انا اعمل ال4 دي تايمز مع كل واحده فيهم عندي ال4 تايمز دي هنزل عندي زيروز وهقول له تو تايم 6 ايكوالز كام فور هنا نفس الشيء هقول له طبعا بلس هقول عندي 12 بلس هقول له كام سكستين هعمل لهم كلهم اديشن هيديني الناتج هيديني الناتج 2536 تمام بس علشان وقت الفيديو، طيب بيقول: A city bus is one thousand two hundred eighty cm long تمام الطول الطول ده عاوز ال length of three city buses يبقى أنا له ده times ده هقول له الرقم بتاعي ده تمام؟ times times ايه؟ ال three تمام وطبعا هنحل بنفس الطريقه تعالوا نحل مع بعض السؤال ده بيقول زير ار 6 بيبل في 6 اشخاص هو وان فازوا بقد ايه بيقول من الجنيهات ايتش از ذا فير هاو ماتش ماني ديد زي وين التوجذر بيقول في 6 اشخاص فازوا ب 145 جنيه يبقى كام عدد الفلوس اللي هم بيقولوا فازوها كلهم يبقى انا هقول له ان 6 تايمز 145 كانت موجوده في نماذج الوزاره يبقى انا هقول له 6 تايمز 145 نعمل ايه ال1 الجزئيه دي هنبدا نعملها ديستريبيوتيف فال1 دي موجوده عندنا في ال100 ب100 بلس ال4 موجوده في ب 40 Plus, 5 موجودة في الـ 1 بـ 5 سأقوله times يمين 6 6 مرة مع 100 أو 100 عندنا بـ 600 plus 6 times 40 هنزل الزيرو 0 و 24 plus 6 times 5 هيدينا 30 تمام؟ سأعمل لهم كلهم addition 0 plus 0 0 تمام؟ plus 0 3 plus 4 7 0 7 وعندنا 2 6 هيدينا 8 يبقى الناتج بتاعي في الآخر 870 هقول له bounce جنيهات تمام طيب تعالوا دي كمان كانت موجوده في نماذج الوزاره تمام محافظه الاسكندريه 22 passengers يعني 22 22 راكب كان fit on each river bus at a time يعني كانوا بيقولوا ان هم في اتوبيس نهري what is the maximum number of passengers the river bus can carry it carry if it makes five trips بيقول يعني ايه الحد الاقصى لعدد الركاب في توبيس النهري اللي هيحمله الاتوبيس النهري لو يعني هو لو هو معمول لخمس لخمس رحلات يبقى انا هقول له هقول له 22 تايمز عندنا 5 يبقى 22 دي عباره عن ايه هقول له عباره عن 20 plus 2 هقول له تايمز 5 يبقى 2 مره مع ال5 هيدينا 10 بلس الفايف 5 مع الـ 20 هنزّل الزيرو وهقول له برضه 10 يبقى في النهاية هيدينا 110 يبقى 110 passengers. تمام؟ تعالوا نشوف اللي بعده. <applause> هل نحل مع بعض الأسئلة دي. بيقول هنا the area model represent الـ area model اللي بتمثّل لي 16 times 7 عندنا كام؟ طيب هنا اول حاجة هقول 10 تايم 7 هيدينا كام 70 6 تايم 7 هيدينا 42 يبقى عندنا الـ A اللي هي 42 تمام طيب اللي بعده هنا بيقول based on the area model يعني بتعتمد على الـ area model الرقم ده تايم 6 طيب هو عاوز ايه دلوقتي هو عاوز الناتج طيب يبقى انا هقول له الرقم ده تايمز طيب الرقم ده هننزل الزيروز 5 تايمز 3 هيدينا 30 وده times ده هنزل 0 3 times 6 هيدينا 18 و 1 times 6 هيدينا 6 هنعمل لهم كلهم addition يبقى هيدينا الرقم كام عندنا 6 وبعد كده هقول طبعا ده plus ده plus ده فهنا ال 6 هتنزل تمام وبعد كده هقوله 8 plus 0 هيدينا 8 1 plus 0 1 و 3 هتنزل يبقى 3186 تمام فأنا هختار C تعالوا هنا اللي بعده What ايه الطريقة الصحيحة استخدمتي فيها ال area model عشان تضرب الرقم ده يبقى انا اول حاجة هقوله ان 300 دي times 8 plus 60 هقوله تايمز 8 plus 2 times 8 يبقى انا هختار اول واحدة الرقم ده تايمز ده يبقى انا هقوله 7 مرة مع 500 تمام ومره ال7 مع 9 لان 7 مع الزيرو هتبقى زيرو فخلاص ملهاش لازمه فبالتالي هختار دي طيب تعالوا لجنبها الرقم ده تايمز ده وده تايمز ده يبقى انا هقوله ان 6 دي هو مره عملها مع ال40 ومره مع 8 يبقى 6 تايمز 48 هنا عندنا المساله اللي تحتها على الرقم ده تايمز 9 هنعمل ايه طبعا هنفك الرقم ده زي ما اتعلمنا هنفكها قول 1000 مرة مع ال 9 600 مرة مع ال 9 تايمز 9 يعني و 6 دي عندنا 60 دي بقول برضو مع التايمز مع ال 9 و 3 مرة مع برضو 3 تايمز 9 يعني هعمل لهم كلهم اديشن فهيدينا النهاية الناتج عندنا ب تعالوا نحل كده نفس القصه برضو بس علشان ما اطولش عليكم فهقول 4 تايمز الرقم ده الفور مره مع ال200 هيدينا كام هيدينا 4 تايمز 2 هيدينا 800 بلس عندنا الفور مع ال30 عشان دي تبقى 30 يبقى 120 بلس عندنا الفور تايمز 7 هيدينا 28 يبقى كده عندنا 8 تمام وكده 2 بلس 2 عندنا 4 تمام وهنا عندنا 1 بلس 8 عندنا 9 يبقى 948 تمام فبالتالي انا هختار دي تعالوا هنا الرقم ده تايمز ده طيب هنعمل ايه هعمل ايه 4 دي 400 يبقى 8 تايمز 400 بكام 8 تايمز 400 هنزل الزيروز وهقول 32 تمام هقول بلس ال5 دي في 10 ب50 يبقى هنزل الزيرو 5 تايمز 8 هيدينا 40 يبقى 0 بلس 0 0 ده 0 هنا عندنا 4 بلس 2 6 و 3 يبقى عندنا دي كام دي 36 وهنا في تو زيروز يبقى 36 هندردز هختار عندنا دي لان دي سيكس هندردز معناها كده تمام ودي 36 تنز معناها كده تمام يبقى عندنا الاجابة انها اللي هي دي تعالوا هنا باسم سيفز باسم موفر قد ايه من الجنيهات مانثلي شهريا then how much money how much money does he save in 9 months كم عدد النقود اللي هو وفرها في تسع شهور يبقى الرقم ده هقوله times in 9 تمام وبرضو هنعمل لها distributive في النهاية هتدينا الإجابة ب وكده يكون خلص درسنا النهاردة انتظروني الفيديو القادم هيكون فيديو قوي جدا جدا هنتعلم فيه ازاي نقدر نعمل المالتبليكيشن طبعا الطريقة اللي هنتعلمها المرة الجاية هي هتكون الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها طوال حياتنا تمام وكده يكون خلص درسنا النهاردة اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو علشان اقدر استمر معاكم thanks for watching bye